انا سمعت عن عيد العزاب، بس انا ما بقيتش الفكره ديت، لان لو الفكره ديت اتطبقت او انتشرت بين الشباب كله هيعزف عن الزواج، فالزواج هو افضل طريقه. اول مره اسمع عن عيد العزاب. حياتي طبعا اكيد احلى من غير جواز طبعا. اكيد طبعا سمعت عن عيد العزاب، بس انا شايفه بصفه راجل متزوج يعني الجواز والاستقرار افضل لبناء اسره ويبقى عندك اولاد، واكيد طبعا الجواز افضل بكتير من عيد العزاب يعني، او ان انت تفضل عازب الجواز افضل. لا ما سمعتش عن عيد العزاب. سمعت عن عيد العزاب بس كنت فاكره ان هو حاجه مش حقيقيه، ما كنتش متوقعه ان هي حاجه حقيقيه او كده. بس عن فكره ان حياه العزاب افضل ولا المتجوزين، لا طبعا العزاب افضل كتير من كتر النماذج اللي انا بشوفها حواليا كلها تقريبا فاشله، ما شفتش قليل جدا منها اللي بيكون ناجح. لا انا مش شايف اي حاجه عن عيد العزاب ده خالص، هو انا شايف ان الحياه اللي هي المستقره الجميله اللي هي فيها زواج كده هي الانسب وهي الاحسن يعني. حاجه جديده اول مره كنت اعرفها من يومين ثلاثه، بس الواحد بيفكر كده هوت ما بين قبل الجواز وبعد الجواز، شوف حياه العزوبيه وشوف حياه الحياه الزوجيه. لا طبعا حياة زوجية استقرار. عيد العزاب لسه طالع جديد ما عرفش عنه حاجة، بس طبعا الواحد المفروض عليه من سنة الحياة ان هو يتزوج، لان الجواز سنة او عفة، والرسول عليه الصلاة امرنا بان احنا نتزوج، والجواز السعيد ان انت تكون اسرة، والزواج افضل من العزوبية. اكيد افضل الحياة الزوجية عشان هي استقرار، واكيد وبعدين انا ما جربتش حياه العزوبيه اصلا، متجوزه وانا صغيره فما اعرفش حياه العزوبيه شكلها ايه يعني. انا ما سمعتش عن عيد العزاب قبل كده، لكن بالنسبه للحياه الزوجيه او العزوبيه يعني كل حاجه لها مميزات ولها عيوب. انا ما سمعتش اي حاجه عن عيد العزاب بصراحه، بس انا كشاب اعزب عندي 29 سنه سعيد جدا بحياه العازب، بعمل اللي انا عايزه، بروح اللي انا عايزه، اروح اقعد على القهوه براحتي، اخرج مع اصحابي في الوقت اللي انا عايزه، شيء بديع جدا بصراحه. ربنا يستر ايام الجواز بصراحه. شكرا.